السلام عليكم اخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. فضلا منكم ليس امرا، وشكرا للجميع. البنات اليوم عندي واحد الكيك اللي هي خفيفه وظريفه وسهله في نفس الوقت، كيك بالشوكولا. غنحتاجوا ليها البنات المكونات الاساسيه، ثلاثة ديال البيضات، وغنحتاجوا من الطحين جوج الكؤوس ولا جوج ونص. انا غادي نعبر معاكم بالمعلقه البنات، لانه انا كندير في الكيك كامله عيني ميزاني. وعندي هنا كاس ماشي ديال العنب البنات، اللي صغر منه، لانه حيت عندنا غير ثلاثة ديال البيض. عندنا كاس اللي صغر من ديال العنب بشويه، زيت، كاس حليب. انا درت هنا اللبن البنات، الا بقى عندي اللبن ودوز نهار ولا يومين في الثلاجه وما كيتستعملش كنصايب به الكيك. هنا عندي كاس ديال اللبن، نتوما ديروا كاس الحليب. وهنا عندي كاس من السكر سنيده، وعندي الفاني، نكهه ديال الفاني البنات، غندير معلقه صغيره. وعندي جوج الخمارات ديال اللي كتعادل 8 ميليغرام. وعندي هنايا قريصه ديال الملح، وعندي جوج صاشيات ديال بودرة ديال الشوكولا، ديال البودرة ديال الكاكاو. وهنا البنات غنحتاجو لاكخيم باتيسيير. لاكخيم باتيسيير البنات غنحتاجو كاس الحليب، وغنحتاج جوج معالق ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاج كيس من الفانيلا، وغنحتاج معلقة ونصف كبيرة البنات ديال لاصوب، معلقة ونصف ديال النشا، وغنحتاج معلقة صغيرة ديال الزبدة. هنا البنات هادو كي قلنا لا كريم باتيسيير هما المكونات الاخرين. دابا غادي نبداو على بركه الله بالكيك ديالنا. دابا البنات غادي نبداو على بركه الله. بسم الله، غنديروا البيضه البنات في نوبه الصفر مع الابيض، غنديروا معاه هاد القريصه ديال الملح، وغادي نخدموه البنات. غنبداو نخويو سنيده بشويه بشويه، وحنا كنخدموا البيض. انا غادي كل ساعه نخدم البيض هذا بسنيده بوحدو، ونعاود عاد نخوي الحليب بشويه، ونعاود عاد نخوي هذا اللبن اللي عندي. كي قلت لكم نتوما ما عندكمش ديروا الحليب، وغندير تدريجيا كل حاجه من ورا. كتشوفوا الكريمه ديالنا ديال البيضه ولا الباط ديال الكيك، هانتوما كتشوفوا كيفاش بيضه. هنا البنات دابا هانتوما كتشوفوا كيفاش عندنا البيض ديالنا كيفاش تخدم. غادي نبداو دابا نديرو الطحين بشويه بشويه. غنعبروا الطحين كي قلت لكم شحال خصو يدخل في هذوك الكيسان، واش ديروا القياس ديال الكيسان نفسه جوج او جوج ونص، ما عرفتش شحال غيدخل. انا غادي نعبر وغادي نقول لكم. هنا البنات عندنا الكاس الاول، هانتوما كتشوفوا، وغادي نعبروا الكاس الثاني بهذا القياس هذا، وغادي البنات غندوزوا هذه البودره ديال الكاكاو اللي هما جوج ديال الاكياس، القياس ديال جوج المعالق البنات او جوج المعالق ونص او ثلاثه على حسب نتوما واش بغيتوها نوار ومره. وعلى فكره البنات هاد الشوكولا هذا راه هو بودرة، راه هو بيو ونوار و 100% يعني كاكاو. وغادي نسوسو هاد الاكياس ديال الخميرة بودرة. هنا البنات غادي نخلطو دابا كلشي، ونخلطو غير بالسطاتيلا، ودابا غادي نبقاو نخلطو البنات غير بالسطاتيلا، غير بشويه بشويه باش ما تهبطش لينا هذيك الخدمه اللي خدمنا حنايا في البيض. وغادي نشوفوا ان شاء الله هذا الدقيق واش هذوك جوج كيسان كافيين ولا خصنا نزيدو. غادي نزيد البنات واحد تقريبا واحد الثلث، جوج المعالق او ثلاثه،
جوج المعالق البنات، ثلث ديال الكاس باين ليا صافي. الخليط ديالنا ها هو وقف، مبقاش سائل خفيف هانتوما كتشوفوا. بهذا القوام هذا، ودابا غادي ندهنوا المول ديالنا. هنا غندهنوا المول البنات، انا لي مول كندهنهم غير بالزيت. بالزيت ندهنوا مزيان ونديروا ليه الطحين. بهذه الطريقة ندورو مع الجوانب كاملين. نضربو مزيان باش ما يبقاش لنا داك الطحين يبقى مغلف لينا، نضربو مزيان باش ما يبقاش مغلف لينا داك الطحين الكيك ديالنا وتجينا من تحت فيها القشور. ودابا غادي نخويو هاد الكيك ديالنا. بسم الله. وغنمشيو نوجدو لها لا كريم باتيسيير ديالنا البنات. دابا غنجيبو كاسرول وغادي نجيبو فوي البنات ولا ستاتيولا، غندير غير ستاتيولا. غنخويو سكر سنيدة وغنخويو النشا ديالنا معلقة ونص، وغادي نخويو كاس الحليب كبير ونخلطو مزيان باش ما تكورش. وغادي نخويو هاد المنكه ديالنا اللي هو الفانيلا، وغادي نخلطو الكل مزيان وغنشعلو عليها البوطه البنات. غنشعلو عليها البوطه وملي غتعقد لينا غادي نديرو ليها الزبده. انا كتعجبني لا كريم باتيسير منكها بالقشور ديال الحامضه البنات، قشور السيترون، ولاني دابا انا كلشي عندي فيه الفانيلا وعندي هذه بالشوكولات درت لها النكهه ديال الفاني. دابا غادي نشعلوا على لا كريم ديالنا. بعد ما درنا البنات لا كريم باتيسير وجدناها درت فيها الزبيده وغنخليوها هكذا، خلطوها مع ديك الزبيده ونخليوها تبرد واحد شويه، وغادي ان شاء الله نحطها فوق من الكيك ديالنا. ها هي دابس، ولاني نبردوها واحد شويه حيت غنديروها في بوشه البنات بجيب الحلواني باش غادي نزوقوا بها الكيك ديالنا. هاد الكيك راه كتجي زوينه وخفيفه بزاف، نتمنى من الله اللي ما مجربهاش يجربها تعجبو. ولا بغيتو تنكهوها حتى بالقهوه، المهم انا نكهتها غير بالشوكولات والفانيا البنات. ودابا غنبردو هاد لاكريم شويه، الجهد اللي ما تبقاش تحرق، وغادي ان شاء الله نزوقوا بها الكيك ديالنا البنات. غادي نجيبو ساشي، عندي هادو ديال مخصصين بالاكل، وعندي كاس كنقطعو القنت ديال الساشي بقياس اللي بغيتيو، وغادي نديرها في هاد الكاس هذا. باش غادي نخويو فيها لا كريم ديالنا شويه بردات، تخليوهاش تبرد بزاف لانه الا بردات بزاف ما غادي دير لكم واحد التكتلات اللي على شكل كبد كبده، يعني كبده. نهزو هذا واحد شويه
نعاودو نخويو لا كريم ديالنا كلها. دابا البنات هانتوما كتشوفوها بطات سائله، غنمشيو بهاد الطريقه. كل واحد يمشي بالطريقه اللي بغيتو نتوما، عرفتي البنات راها سخونه بزاف بزاف. الخطوط اللي بانوا لكم ضعافين شويه عاودوهم، لانه علاش هي ثقيله كتنزل لتحت. صافي يجعل البركه. دابا البنات غندخلوا الكيك ديالنا طيب، هانتوما كتشوفوا المنظر ديالها تيجي زوين بزاف. غندخلوا الكيك ديالنا طيب ان شاء الله وغادي نرجع معكم. بعد ما خرجت الكيك ديالنا البنات هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا. نقطع لكم المورسو البنات، نتمنى من الله الكيك تجربوها. هانتوما كتشوفوا كتجي خفيفه رائعه، المذاق ديالها زوين بزاف بزاف، وتا الشكل ديالها البنات جميل. هانتوما كتشوفوا كيفاش غزاله البنات، كتجي ما شهيتكم بالصحه والراحه. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا، ونكون يا ربي خفيفه على قلوبكم وفيديو اخر ان شاء الله باذن الله تعالى.